صباح الخير مشاهدي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينه خريبكه. وحنا مشاهدينا كنتواجدوا في مدرسه عموميه كما كتلاحظوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في. هنا النسيج من جمعيه المجتمع المدني اللي اليوم غنقول لهم برافو انهم داخلوا هذه المبادره من اجل مدرسه امنه في هذه الظرفيه الاستثنائيه وفي هذا الدخول المدرسي الاستثنائي. فمبادره رائعه من جمعيه المجتمع المدني بتنسيق مع السلطات المحليه بحضور سيد الباشا المقاطعه الثالثه هنا. فاحنا مشاهدينا كنتواجدوا في مدرسه القدس بمدينه خريبكه في اول يوم للدخول المدرسي. لاحظوا معنا امام المدرسه يعني كاين حضور الامهات والاباء والتلاميذ يعني في اول يوم للدخول المدرسي هنا بمدينه خريبكه. حافظوا على التباعد الجسدي بيناتكم. اذا تحيه اقول اذا تحيه التلاميذ ديال مؤسسة مدرسة القدس، كنرحبوا بكم في هذا الموسم الدراسي الجديد. تحية أمهات، تحية وتحية لكل متتبعي قناة شوف تي في، صباحكم مبروك. فلاحظوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في أمام مدرسة عمومية. وكل الأمهات اللي صاحبوا الوليدات ديالهم في هذه الصفيحة هذه اللي كتعتبر الانطلاقة ديال الموسم الدراسي 2020 2021. هذه الانطلاقة ديال هذا العام اللي هي انطلاقة استثنائية لما تعرفه بلادنا كسائر البلدان بهذه الجائحة ديال وباء كورونا اللي كنتمناو من الله سبحانه وتعالى يرفع عنا هذا الوباء. إذا كنعرفوا بأن الدخول ديال هذه السنة هذا هو دخول استثنائي فرضاته الظروف الصحية ديال البلاد. الوزارة دارت واحد البروتوكول وصدرات مذكرة اللي كتوضح فيها طرق ديال الدراسة ديال هاد السنة. كانت ثلاث ديال الاختيارات، إما التعليم الحضوري أو التعليم بالتناوب أو التعليم عن بعد. نظرا للوضعية ديال المدينة ديال خريبكة فتقرر التدريس بالتناوب. كلشي كيسول شنو هو هذا التدريس بالتناوب. التدريس بالتناوب هو ان الوليدات ديالنا عوض ما غادي نقراو 6 ايام في الاسبوع، هاد السنه غيقراو فقط نصف الحصه يعني 3 ايام في الاسبوع، وغادي نقراو بتوقيت مستمر. يعني الوليدات اللي غيقراو نهار الاثنين من 8:30 حتى الوحده ما غادي نقراو حتى النهار الاربعاء، لان كل قسم غادي يتقسم عندنا على جوج ديال المجموعات، والمجموعه الثانيه غادي تجي النهار الثلاث وما غادي ترجع حتى النهار الخميس وهكذا. اذا غنوليو نقراو اربعه ديال السوايع او اربعه السوايع ونص في ظرف يومين. هذا باش نحافظوا على السلامه ديالنا وديال وليداتنا داخل المؤسسات وما تكونش عندنا بؤر ديال العدوى. متفقين؟ ندوزو للبروتوكول الصحي اللي جات فيه المذكرة واللي كيحث على ثلاثة ديال الحوايج ضروريين. الأمهات الله يجازيكم بخير، سمعوا مزيان، هادشي راه كيهم الصحة ديال وليداتكم. هادشي راه كيهم الصحة ديال وليداتكم وراه ماشي شي حاجة اللي نقولوا ما انتبهوش ليها. أنتم كتشوفوا الأرقام ديال الإصابات كيفاش كترتفع يوم على يوم. إذا باش نتجنبوا الله يجازيكم بخير هذا العدد ديال الإصابات علينا الالتزام بثلاثة الحوايج لوليداتنا. أول حاجة ارتداء الكمامة خاصة المستويات العليا، والحمد لله المؤسسة ديالنا جمعية الآباء راه بادرت باقتناء واحد المجموعة ديال الكمامات الاقسام الالزاميه، القسم ديال الخامس والسادس وحتى الرابع حتى هما غادي ناخذوا اليوم الكمامات. يعني حنا حيدنا هذا العبء على الامهات، جمعيه الاباء واولياء التلاميذ بالمؤسسه خذات هذه المبادره وشرات الوليدات ديالكم هذه الكمامات. بالاضافه
بالإضافة للمعقمات. هذه المعقمات اللي خذاتهم جمعية الآباء خاصين بالوليدات، كل قسم أو لا كل مجموعة في قسم خذات لهم واحد العلبة ديال المعقمات. هذا الشيء انتظار إن شاء الله، في انتظار أننا نشوفوا الأوضاع فين غادا تمشي، ونشوفوا أشنو ممكن نديروا من القدام. لكن الله يجازيكم بخير، أنتم اللي ملزمين به هو أنني نوصي ولدي أنه ما يحيدش التمامة، نوصي ولدي انه ما يتسالمش مع الدراري صحابه وما يقربش. هاد التباعد، هاد الاقتراب بعضياتكم راه ما خصناش نشوفوه. حافظوا على التباعد الجسدي، الله يرضي عليكم وليدي، الله يرضي عليكم. حافظوا على التباعد الجسدي بيناتكم، بعدوا على بعضياتكم داخل القسم في الساحه، بعدوا على بعضياتنا. والحاجه الثالثه اللي خد صهر عليها الامهات وهي النظافه والتعقيم. الله يجازيكم بخير، غسلوا وليداتكم مزيان، ونوصيهم هنا في المدرسه اي حاجه قاسها يغسل يديه ويعقم. اذا هادو هما الامور اللي مسؤولين نتوما بهم باش نحافظوا كاملين لا المؤسسه ولا الاسره، نحافظوا على السلامه ديال هاد الوليدات ديالنا. بالنسبه للدخول المدرسي راه غادي يكون كيف قلت لكم تعليم حضوري، من ماشي من التحضيري، حتى التعليم الاولي حتى السادس. اذا الروض والتحضيري والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس كل شيء غادي نقراو بالتناوب. البرنامج راه كان سطرو السيد المدير مع الهيئه ديال التدريس انه اليوم غادي نستقبلوا فقط التلاميذ ديال القسم الاول هذا الصباح، اللي غيدخلوا للمؤسسه دابا فقط التلاميذ ديال المستوى الاول. في العشيه الوليدات ديال الثاني، في العشيه الوليدات تلامذ ديال الثاني فقط. الغد في الصباح تلامذ ديال الثالث، الغد في الصباح تلامذ ديال الثالث، وفي العشيه تلامذ ديال المستوى الرابع. ونهار الاربعاء مع الصباح الوليدات ديال المستوى الخامس بوحده، والسادس نهار الاربعاء في العشيه. اذا مفهوم؟ اليوم الاثنين اليوم في الصباح دابا غيدخلوا صحاب التحضيري، في العشيه صحاب الثاني، غدا في الصباح صحاب الثالث، وفي العشيه صحاب الرابع. نهار الاربعاء في الصباح صحاب الخامس، وفي العشيه صحاب السادس. التعليم الاولي راه بدا التسجيل، اذا اي وليد ولا بنيه يبادروا بالتسجيل ديالهم باش يستافدوا كيف ما داك العام من دوك المحافظات وداك الشيء. اذا خاصهم يبادروا بالتسجيل ديال التعليم الاولي، اما عند المدير ولا اتصلوا بيا انا. راه بزاف ديال الامهات كانوا كيسولوا اللي عندها شي وليد وبغات تسجلوا في التعليم الاولي تواصل معايا من بعد ان شاء الله. مفهوم؟ إذا الله يجازيكم بخير، دابا الوليدات اللي ما عندهمش حضور والأمهات اللي ما عندهمش حضور ينسحبوا، يبقاو التلامذ ديال المستوى الأول، وما نبقاوش نرجعوا راه من هاد من اليوم. شوف إذا من اليوم ما نعاودوش نرجعوا نعاودوا نفسنا. إذا راه بيننا اليوم الصباح صحاب التحضيري، عشية يجيو صحاب الثاني بوحدهم، صحاب الثالث حتى في الصباح بوحدو، والرابع في العشيه، ونهار الاربعاء الصباح صحاب الخامس، والسادس في العشيه. والله يجازيكم بخير، كنعاود نوصيكم النظافه الكمامه والتباعد. الله يرحم الوالدين، هذا الشيء راه ماشي ديال الضحك، المرض راه كاين وما عرفناش منين يقدر يتسرب لينا. اذا نحافظوا على السلامه ديالنا وديال وليداتنا، الله يجازيكم بخير. نعم، هنا مشاهدي قناة شوف تي في لاحظتوا معنا يعني توعية للأمهات والآباء والتلاميذ هنا أمام مدرسة عمومية، مدرسة القدس بحي القدس اللي هو حي الشعبي. مشاهدينا شكرا للأمهات، شكرا للآباء أنهم فهموا بأن هذا الصباح غادي يدخلوا غير صحاب التحضيري يعني.
نعم دابا غادي يدخلوا التلاميذ ديال التحضيري. غير شويه الله يرضي عليك التلاميذ ديال التحضيري اللي دخلوا. نعم حنا في هذه الاثناء كنشوفوا الوليدات بالتوفيق بدايه موفقه. هادو وليداتنا لاول مره غادي يدخلوا المدرسه، كنتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله. فاكيد كيحاولوا انهم يوعيوهم ويفهموهم كيفاش انهم يدخلوا بالتباعد. يا رب يا رب بداية موفقة يا رب. تحية لجمعية المجتمع المدني، تحية للسيد الباشا اللي حضر بنفسه مع هاد الوليدات. شوفوا هاد الوليد مسكين كيبكي لأن أول مرة ولي التحضيري ما قدرش يتفارق مع ماما. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني اليوم الأول ضروري من النصائح للتلاميذ كيفاش أنهم يدخلوا المؤسسة. هاد الوليد مسكين ما قدرش يمشي، بس ماما ضروري تدخل معاه. أكيد هذه أول مرة ونقدروا حتى حنا نكونوا درناها في الدخول المدرسي، يعني خص حتى يحس بالأمان، يحس بحال تخلات عليه الأم ديالو. هاد الوليدات ديال القسم الاول يعني التحضيري، مشاهدي قناه شوف تي في لاحظوا معنا يعني كيحاولوا يوعيوهم باش دائما يدخلوا وهما محافظين على مسافه الامان. شكرا لكم، شكرا لجمعيه المجتمع المدني اللي حاضرين يعني في اول يوم للدخول المدرسي من اجل توعيه تلاميذ. هذا سيد المدير، مدير مدرسه القدس، يعني اللي كيستقبل وليداته بكل فرح وتوعيه. مشاهدي قناه شوف تي في الوليدات كيديروا التعقيم ويلبسوا الكمامه بطريقه صحيحه. نعم هنا تينبهوا حتى الامهات انها اللي حطات ولدها تمشي. صباح 8 ونص، اذا اللي حطات ولدها دابا ديال التحضيري ترجع ليه مع 9 ونص. صحاب الثاني يجيو عشيه مع 1 ونص. صحاب الثاني عشيه مع 1 ونص. هما وليداتنا مشاهدي قناة شوف تي في لأول مرة كيدخلوا المدرسة يعني القسم التحضيري. نتمناو يعني لهم التوفيق وبداية موفقة للجميع. اللي حطت وليدها الله يجازيكم بخير خوها التجمعات. دابا تينبهوا الأمهات باش أن اللي حطت وليدها ولا بنتها أنهم يمشيوا صافي باش نفكوا هاد التجمعات ونفرقوا هاد التجمعات. أكيد كما كتلاحظوا معنا أمام المدرسة يعني بدا التجمع، ما بقاش التجمع، بداو الناس كيتفرقوا. واش مسجل هنا؟ خليه صافي تبارك الله مازال نشوفوها ان شاء الله. فلاحظوا معنا ها وليداتنا يعني بداو تيلتحقوا بالمؤسسه داخل المؤسسه. والسيد المدير هنا مدير مدرسه القدس وقف مع وليداته، لان اكيد ملي كتمشي الام او الاب من امام المدرسه كيبقى المدير هو الاب ديال هاد الوليدات. ياك السيد المدير تحياتي ليك، هاد وليداتك. شكرا جزيلا الاخت الكريمه. طبعا هاد وليداتنا، هادو هذا الجيل اللي غنعولوا عليه ان شاء الله في المستقبل، وبالتالي حنايا خصنا نقدموا لهم كل الدعم وكل اهتمام، لان هذا هو جيل الغد. وهادو طبعا وجاو دابا في هذا الظرف الخاص ديال الاصابات بهذا الوباء الخبيث. نتمنوا ان شاء الله انهم بعدا نحميهم ووالديهم يحميهم، وحنا نديروا كل ما في جهدنا انهم
تكون السنه الدراسيه ان شاء الله سنه ديال النجاح ان شاء الله. يا رب وبالتوفيق لكم جميعا. وشكرا جزيلا اختي الكريمه، شكرا جزيلا وشكرا على هذه الالتفاته ديالكم، وشكرا لشوف تي في لانها جات زارتنا هنايا في المؤسسه وعطات صوره على الاشغال وطريقه الاستقبال والعمل اللي تتبدلوا كل هالطاقات اللي كاينه في المؤسسه، فشكرا جزيلا من جديد سيد ذكر. بارك الله عليكم، تحيه لكم سيد المدير، تحيه لكم. ففعلا كنلاحظوا اي ام دابا كتوقف امام المدرسه، يعني كنعرفوا بان اي ام تتخاف على ولدها الا انها توصلها لامام المدرسه كتطمئن، لان كيولي وليداتكم انتم. الله يعني نعم. الله يحفظكم. شكرا جزيلا. بدايه موفقه للجميع. شكرا استاذ. شكرا جزيلا. شكرا الله يشكرك. الله يبارك فيك استاذ. فلاحظوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في، هادو مولداتنا يعني اللي هذا هو المستوى الاول يعني التحضيري. تذكروا الطفوله ديالنا، حتى حنا هكا جينا وحتى حنا فرحانين، كاين اللي خايف كاين اللي فرحان، يعني هذه اجواء يعني ديال الدخول المدرسي هنا بمدرسه القدس، يعني من بعد ما تعقموا الاقسام ديالهم، من بعد ما وجدوا لهم ان شاء الله الحمايه باذن الله. هنا كنقولوا نديروا اللي علينا والكمال على الله سبحانه وتعالى. مرحبا بكل التلاميذ، كنتمنوا لكم التوفيق وشكرا لك سيد المدير. هادو وليداتك امانه عندك. امانه عندك. كنتمنوا كذلك كما قالوا الشباب يعني ديال الجمعيه اللي وعوا الامهات والتلاميذ يعني في هذا اليوم هذا ديال الدخول المدرسي، باش يحاولوا مره اخرى ما يشوفوش هذا الاكتضاد، ما يكونش الاكتضاد. فاليوم هذا الصباح هذا غادي يقراو غير صحاب التحضيري القسم الاول. استاذ ناخذ من عندك كلمه، شفناك شكرا لك بعد التوعيه اللي درتي للامهات والتلاميذ، وشفنا كان واحد الاكتضاد امام المدرسه بمجرد يعني ما عطيتيهم نصائح، بمجرد نشوف شويه الشمس تاثر عليك، بمجرد يعني ما فهمتهم عطيتهم البروغرام، لاحظنا بان ساكنه او الامهات والاباء تفهموا، واللي ما عندوش الحصه هذا الصباح راهم انسحبوا تفكت يعني تفرق ذوك التجمعات. شكرا لك استاذ، شنو تقول لينا؟ تحيه لك ولجميع المتتبعين ديال قناه شوف تي في. هاد البادره اللي خذاها واحد المجموعه ديال الجمعيات في اطار نسيج جمعوي فعال بالتنسيق مع المديريه الاقليميه لوزاره التربيه الوطنيه والتكوين المهني، بعد ما كنا درنا واحد اللقاء تنسيقي مع السيد المدير الاقليمي، اختارينا لها اسم او شعار مدرسه امنه، باش نوفروا جو صحي للوليدات ديالنا من خلال عمليه التعقيم ديال العديد من المؤسسات اللي يمكن في هذه اليومين هذه وصلت لواحد 12 مؤسسه اللي استطعنا اننا نعقموها بشكل كلي، فيها مؤسسات تعليم ابتدائي والاعدادي وايضا مؤسسات تعليم الثانوي. اذا من بعد اليوم هاد الانطلاقه ديال الموسم الدراسي الحالي كانت عده تساؤلات عند الاسر، ما عارفينش الطريقه، ما عارفينش الحصص، ما عارفينش كيف سيدبر او ستدبر العمليه التعليميه هاد السنه. اذا ارتئينا انه يكون هاد اللقاء هذا عن بعد ونوعي الامهات والتلاميذ بضرورة الحفاظ على السلامة ديالهم من خلال إجراءات احترازية لاجتناب انتقال العدوى وتفشي هذا الوباء هذا. فكيف ما لاحظتوا احنا في التواصل ديالنا مع الأمهات اللي حجوا كما كان متوقع، لأن هذا هو المتوقع أنه كان النهار الأول ما عارفينش كيفاش غتكون انطلاقة إلى غير ذلك. نحن طبعا 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 اذا هذا التوقع ديالنا كان في محله، وجينا ارتئينا اننا يكون هذا التواصل هذا هكا بشكل يعني ديال استعمال مكبرات الصوت باش الامهات يعرفوا التدبير اللي غادي يكون كيواكب الانطلاق ديال الموسم الدراسي الحالي. فعلا كيف ما شفتوا انه ما كانش ما خداش منا الوقت الكثير اننا وصلنا المعلومات كيف ما هي وكيف ما كتنص عليها المذكره الوزاريه، انه التعليم هاد السنه غادي يكون بالتناوب في الاقليم،
حددنا الاقسام اللي غادي يتم استقبال ديالهم هذا الصباح في المدرسه، وهو القسم الاول، وفي ان شاء الله في الفتره الزواليه القسم الثاني، وفي الغد صباحا المستوى الثالث، وفي الفتره بعد الزوال المستوى الرابع، والخامس والسادس ان شاء الله نهار الاربعاء، الخامس في الصباح والسادس في العشيه. لقات استحسان الحمد لله ديال الساكنه وديال الامهات اللي حجوا، وفعلا كانت خطوه ايجابيه اللي هونت على الامهات بزاف ديال التساؤلات. ربما كما قلتي غادي يبقى واحد السؤال عند الامهات والاباء، واش فعلا دابا هاد التلاميذ غادي يكون يعني الطاقه الاستيعابيه اللي غادي تكون في القسم غادي تكون ما بين 15 تلميذ وتلميذه ما بين 15 و20؟ فعلا حنا في اجتماعات ديال مجالس الاقسام والمجالس التعليميه تحت اشراف الاداره التربويه، التوصيات اللي جات بها المذكره انه يتم تقسيم المستويات الى مجموعات لا تتعدى ال 20 تلميذ. فعلا حنا الطاقه الاستيعابيه ديال كل قسم ما كتعداش 40 تلميذ، اذا لقسمناهم على جوج اكيد غادي تجينا 20 او اقل من 20 تلميذ في كل مجموعه، ما نقولش في كل قسم لان القسم كيضم حاليا جوج المجموعات، اذا كل مجموعه فيها 20 تلميذ كحد اقصى، وكاين اللي فيها اقل يعني تقدر تكون فيها 15 تلميذ او 16 تلميذ. نعم الملاحظ استاذ ان بالنسبه للقسم الاول والثاني والثالث يعني والرابع الكمامه ماشي اجباريه، ولكن اليوم تبارك الله كنلاحظوا بان كاين حتى الوعي ربما حتى ديال الامهات والاباء جايبين وليداتهم ديال التحضيري دايرين الكمامات ديالهم. هذه خطوه اللي فعلا استحسناها وكانت خطوه جيدة أن الوليدات الأمهات واعيين بالخطورة ديال فعلا المذكرة الوزارية كتقول بأن التلاميذ الملزمين بارتداء الكمامة هم تلاميذ ديال المستوى الخامس والسادس، لكن الاحتياط كيف ما كنقولوا الاحتياط واجب، والوعي ديال الساكنة كان في محله الحمد لله، وجابوا الوليدات بالكمامة رغم أن جمعية آباء وأمهات التلاميذ بالمؤسسة خذت واحد البادرة أنها اقتنت الكمامات بالنسبة للمستويين الخامس والسادس، وربما غنضيفوا لهم حتى المستوى الرابع. إذا هذه الخطوات كلها الحمد لله خطوات سليمة وإيجابية، وكنستحسنوها احنا من هذا المنبر هذا، كنقولوا للأمهات شكرا على الوعي ديالكم، شكرا على المساهمة ديالكم في الحماية ديال الأطفال، وكنسعوا إن شاء الله أننا نكون يد في يد من أجل السلامة ديال وليداتنا ومن أجل اجتناب تفشي العدوى ديال هذا الداء الفتاك. نعم شكرا لك. العفو مرحبا لكم في هذا الصباح العفو. هذا يعني مع الوليدات ومع الامهات، كذلك ما نساوش دائما ان نقولوا بان هذا الشيء دائما بتنسيق مع السلطه المحليه، سيد الباشا مقاطعه الثالثه حاضر بنفسه معكم اليوم، فتحيه لكم. صافي إذا كما لاحظتوا معنا يعني حتى الأمهات والآباء ملي كيلتحقوا أمام المؤسسة أمام المدرسة، حنا كنتواجدوا في مدرسة القدس، يعني الناس اللي ما كانوش في الأول ملي كانت التوعية من الجمعيات تيوعيهم بأن أصحاب القسم الأول يعني التحضيري هما بوحدهم اللي غادي يدخلوا دابا يقراوا، الثاني العشية إن شاء الله، الثالث غدا الصباح، الرابع غدا في العشية، الخامس الاربع الصباح، والسادس الاربع في العشيه. اذا الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في كنجيو لنهايه هذا البث المباشر من مدينه خريبكا وبالضبط من مدرسه عموميه مدرسه القدس. هادو وليداتنا مشاهدينا، هكا حتى حنايا دخلنا النهار الاول للمدرسه، فالاستاذه واقفه مع التلاميذ باش غادي ينظموا ويعرفوا كل تلميذ اين قسم باش غادي يلتحق. نعم تحتو اليوم دائما لان اول يوم والوليدات باقيين صغار، فشكرا للاستاذه اللي حتى هي تحاول انها توعي التلاميذ باش يحافظوا على التباعد. تبارك الله.
الله يحفظكم وليداتي، والله يحفظكم من كل اذى ومن كل شر يا رب. طلبوا ربي سبحانه وتعالى يدير عليكم الحصن ديالو، هادو وليداتنا. دعواتكم مشاهدينا، ربي يرفع علينا هذا الوباء يا رب، يا رب ارفع علينا هذا الوباء. فاكيد يعني الاقسام راها معقمه، حضرنا للتعقيم، يعني كان التعقيم البارح وكان التعقيم هذا الصباح في مدرسه، يعني في مجموعه من المدارس، لكن اليوم حنا كنتواجدوا في مدرسه القدس. مدرسه القدس كتواجد في حي شعبي مشاهدينا. دعواتكم ربي يحمي لينا هاد الوليدات بالتوفيق للجميع، بدايه موفقه للجميع. مشاهدي قناه شوف تي في، صباحكم مبروك، نهاركم مبروك، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.